أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، الجلسة التالية بعنوان دور القطاع الخاص في استشراف مستقبل التنقل، نستضيف من خلالها سعادة المهندس مطر الطائر المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي. Your excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, our next session at hand is titled Role of the Private Sector in Shaping the Future of Transportation and hosts His Excellency Engineer Matar Attahir, Director General and Chairman of the Board of Executive Directors of Road and Transport Authority in Dubai. Please welcome him. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في زمن انتقالي بين وسائل النقل التقليدية والمتطورة، وكذلك نعيش في منظومة النقل في دبي التي تحولت إلى خدمة متكاملة. في الماضي كانت خيارات الانتقال محدودة، ولكن في المستقبل ستكون محتار بين التاكسي الجوي أو الحافلة ذاتية القيادة. ولكن بالتأكيد سنستخدم المنصة المتكاملة سهيل المرتبطة بمركز التحكم إيسكيوب المزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونحن بصدد تنفيذ استراتيجيات مستقبلية تواكب التحديات العالمية. وخلال الكلمة سأذكر بعضا منها. سوف أبدأ بعرض توجهات الحديثة في التنقل على مستوى العالم والقوى المحركة التي تدعم هذه التوجهات. كذلك سنتحدث خلال الكلمة عن التحديات المرتبطة بمستقبل التنقل، وأخيرا وليس آخرا سنتكلم عن موضوع القطاع الخاص والحكومات في التقلب على تلك التحديات. كما هو معروف لدى الجميع، محور أو مستقبل التنقل يعتمد على تحسين السلامة والأمان لكافة وسائل المواصلات، وكذلك يعتمد على تحديات أخرى مثل تقليل زمن التنقل وتطبيق أنظمة تنقل مستدامة. عندي بعض الأسئلة يمكن تتبادر للذهن لأي شخص يهتم بمستقبل التنقل. من هذه الأسئلة، هل نستطيع أن نتخيل أن الذكاء الاصطناعي سيتمكن من إدارة منظومة إدارة التنقل دون تدخل بشري؟ وسؤال آخر يقول، هل نستطيع التنقل عبر المدينة باستخدام تاكسي الجوي؟ والسؤال الثالث، هل نستطيع أن نتصور أن الروبوتات الطائرة تقوم بفحص البنية التحتية وتصدر أوامرها للإصلاح بدون تدخل بشري؟ في رأيي هناك 5 توجهات رئيسية في ريادة مستقبل التنقل على مستوى العالم. أولاً، تنقل ذاتي القيادة. ثانياً، الأنماط الحديثة والمتطورة مثل الهايبر لوب والتاكسي الطائر. وثالثاً، التنقل المشترك. رابعاً، الممكنات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والبيج ديتا. خامساً، التنقل المستدام مثل السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة. باختصار،
لو نختصر شو التحديات هاي؟ عبارة عن 5 تحديات تواجه مستقبل التنقل. أولا تطوير الأنظمة الحديثة لظروف البيئة المحلية، لأن البيئة والجو والمناخ يختلف من دولة لدولة، فبالتالي وهذه تشمل كذلك البنية التحتية. اثنين تفهم تأثير الأنظمة الحديثة على التخطيط الحضري، لأن كل مدينة وكل دولة لها تخطيط ولها ماستر بلان تختلف عن الأخرى، فبالتالي الأنظمة اللي تصمم لهذه المدن تختلف من دولة لأخرى. ثلاثة توفير التمويل، التمويل مهم جدا أيضا للبنية التحتية وتقديم الأنظمة الحديثة للجمهور، لأن كلهم يبغون أسعار في متناول الجميع وتعرفة معقولة. بدون تعرفة المعقولة يمكن ما حد يستخدم المواصلات، ولذلك الحكومات تتدخل في موضوع النقل. 4 تأمين الانتقال السلس من الأنظمة التقليدية للأنظمة الحديثة في التنقل. 5 تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، كيف يمكننا تحقيق رؤية مستقبل التنقل معا مع الحكومة والقطاع الخاص؟ دور الحكومات في التحول نحو المستقبل يكمن في 6 محاور مهمة الحكومة يجب يكون لها دور. أول نقطة موضوع إرساء الاستراتيجيات المناسبة والمستهدفات، بحيث أن تكون المستهدفات واضحة. 2 تطوير التشريعات والسياسات اللازمة لنجاح عملية التحول. 3 توفير البنية التحتية الملائمة لنجاح عملية التحول. 4 التأكد من توعية الجمهور، موضوع الأويرنس بروجرام مهم جدا. شو الفائدة تسوي منصات للمواصلات ولا حد يستخدم هذه المنصة للأنظمة الذكية، ولا حد يفتح الأبز، ولا يعني مهما تسوي ما في فائدة. فموضوع الأويرنس بروجرام يلعب دور كبير في تشجيع الناس لاستخدام أنظمة المواصلات. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضمان التطبيق السليم لأنظمة النقل من جهة الأمن والسلامة والاعتمادات والسيرتيفيكيشنز، هذه أيضا لها دور كبير. أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، وفي رأيي هنا في هيئة الطرق والمواصلات نشارك الحكومة في 4 استراتيجيات، 4 محاور في استراتيجية الحكومة الاتحادية، في البنية التحتية والمواصلات، في الموارد المالية، في التكنولوجيا والأنظمة، والاستدامة البيئية. شو دور القطاع الخاص ومراكز الأبحاث في صناعة المستقبل؟ أولا العمل مع الحكومات لتطوير أنظمة تطوير حديثة. ثانيا إجراء بحوث دقيقة وعميقة في التحديات أو في المشاكل اللي تواجه النقل. 3 إجراء كافة الاختبارات للتأكد، وتكلمنا موضوع التأكد، كثير من الأنظمة ما يكون في لها درجة اعتماد، ولا يكون حتى البادي اوف اكريديشنز أو الجهة اللي تعمل الاعتماد غير معترف فيها أحيانا. 4 إعطاء الوقت الكافي للحكومات لإصدار الاعتمادات هذه. مشان تنجح عملية الانتقال لمستقبل أفضل للنقل يجب نتكلم عن 3 ممكنات لنجاح هذه العملية. أولا توفير البنية التحتية اللازمة للأنماط أو لوسائل النقل، لأن كل نمط أو كل وسيلة تحتاج لبنية تحتية مناسبة، ويمكن نحن نقول has to be tailor-made للنمط اللي بيستخدم. ثانيا تطوير التشريعات بحيث أن تناسب أيضا الوسائل هذه، لأن كل وسيلة تحتاج لتشريعات معينة. وثالثا نستخدم الذكاء الاصطناعي وموضوع البيج ديتا في اتخاذ القرار لتجربة المستخدمين. لما تكلمنا نقول توفير البنية التحتية المناسبة، شو معناها؟ لكل وسيلة مواصلات، ونأخذ على سبيل المثال التاكسي الجوي.
يتطلب وجود مهابط، وهني نتكلم عن أمن وسلامة وناطحات سحاب خاصة إذا كان في هاي رايز. فالقضية مش سهلة، يجب أن يكون في كل الجهات، كل جهة، الجهة الأمنية، جهة الدفاع المدني، كل حد يقوم بدوره في موضوع الاعتمادات. اثنين، موضوع الهايبرلوب. الهايبرلوب يتطلب توفير ممرات وقنوات أيضا للقطارات السريعة، وهي تتطلب أيضا تخطيط جيد وتنسيق مع دوائر الخدمات وغيرها. لكن أيضا أبغي أؤكد أن كل وسيلة مواصلات أو نمط مواصلات تحتاج لتشريع معين خاص فيها، ويتعلق سواء كان بسلامة المستخدمين أو الدور، حتى شركات التأمين لها دور كبير في الموضوع هذا. ومركبات ذاتية القيادة تتطلب أشياء خاصة، لأنك هني خاصة يوم بتكون مركبات ذاتية القيادة وتتكلم عن مركبات فيها ناس أيضا، موضوع الحوادث وغيرها وكيف تسيطر على السيارات مختلطة فيها سيارات تشتغل بالهيومن فاكتور وسيارات تكون أوتوميتد. المركبات الجوية أيضا تكلمنا عن التشريعات اللي تحتاجها، ونظام الهايبرلوب أيضا تشريعات خاصة. طيب، لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وبين الحكومة لابد، وبين أيضا المراكز البحثية والتعليمية اللي بيكون لها دور كبير، لابد من دعم السياسات التالية لتطوير مستقبل النقل. أولا نتكلم عن موضوع سياسة التكامل وموضوع الانتجريشن. مهم جدا أن يكون في سياسة ربط بين الأنظمة سواء كانت تقليدية أو كانت جديدة. موضوع الانتجريشن والتكامل مهم جدا في التخطيط. أيضا سياسة التكامل بين الأنظمة الحالية والوسائل النقل الجديدة، مثل سياسة تنظيم الحجز الإلكتروني للمركبات اللي هي أوبر وكريم وغيرها. سياسة دعم الشراكة مع الشركات الناشئة. سياسة دعم وسائل النقل مثل سياسة المسارات الخاصة البي آر تي، أيضا تتطلب سياسات وقوانين خاصة. ولا يمكن للمواصلات أن تنجح ما لم تعطى الأولوية لسيارات التاكسي وسيارات والباصات وغيرها، ويكون في ديديكيتد لينز، ويكون أيضا غرامات كبيرة على السيارات اللي تستخدم هاي المسارات المخصصة للبي آر تي. رابعا، سياسة تعرفة وسائل التنقل الحديثة. ولا بد أن نؤكد هني أن على ثالث الممكنات اللي هو الذكاء الاصطناعي المستقبل. يعني في دبي مثلا أطلقنا فعليا مجموعة من مشاريع تطبيق الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال التحكم الآلي بالقطارات، في وايدين يتكلمون يقول والله القطارات شو فيها ذكاء، شو فيها من الذكاء الاصطناعي؟ لا، فيها ذكاء اصطناعي، كيف ما فيها ذكاء اصطناعي؟ أنت اليوم نحن ننقل في دبي مثلا 650 ألف راكب يوميا. 650 ألف راكب القطار يستخدمون درايفلس مترو، يمكن من 9 سنوات 10 سنوات كملنا ونحن نستخدم نفس الشيء. طيب واحد ما فكر فيكم كيف القطارات هاي كلها أون تايم والبنكتشواليتي تنصل لـ99 لـ98%؟ لو كان فيه هيومن فاكتور متدخل ما كنا نوصل لها الدقة في البنكتشواليتي والتايمينج. بيقول لي الواحد كيف تستخدم، بقول لكم كيف. لما يصير كيو الباب أوتوماتيك، فشي يصير تقريبا 3 دقائق أو يكون التايمينج بين قطار وقطار 3-4 دقائق، الناس تدافع تبغي تدخل، أحيانا تكون زحمة من محطة لمحطة برج خليفة، محطة الإمارات وغيرها. فالعالم يمكن نسبة عدد الناس يركبون القطار قطار أعداد كبيرة، أحيانا يتأخر دقيقة. طيب التايمينج هذا التشينج بين رحلة ورحلة كيف يتغير؟ تكون أوتوميتد، هذا artificial intelligence، تغيير أوتوميتد بدون تدخل بشري. ولو حتى لو تدخل بشري ما بيستطيع بهالدقة هاي، وبنكتشواليتي توصل ل 99 و98%. النقطة الثانية، التنقل الذاتي القيادة والذي يعتمد على تقنيات التعليم الآلي لتدريب المركبات ذاتية القيادة. طبعا هذا بالإضافة إلى مبادرات أخرى لتطبيق الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين خدمة العملاء. عندنا قياس مؤشر السعادة باستخدام الرؤية الحاسوبية، وأول مقياس ذكاء اصطناعي في العالم للسعادة في العالم. وعندنا أيضا نظام المحادثة باستخدام معالجة اللغات الطبيعية، وعندنا أيضا الذكاء الاصطناعي في موقع الهيئة. فإذا الذكاء الاصطناعي موجود من سنوات وموجود مستخدم في هيئة الطرق والمواصلات وغيرها يمكن المؤسسات. موضوع البيك ديتا أيضا مهم،
وأصبح حديث الساعة. البيج ديتا أحد ممكنات النقل. طبعا هذا الأسلوب يعتبر أسلوب متكامل لإدارة البيانات، وعندنا بيانات ضخمة جدا خاصة في الإي سي كيوب، خاصة من تأسس الإي سي كيوب. لما يعرف الإي سي كيوب هو عبارة عن مركز تحكم واحد في كل وسائل النقل والمواصلات تحت سقف واحد. كلف الحكومة أكثر عن 350 مليون درهم، ويمكن يعتبر من أحدث ثلاث مراكز على مستوى العالم. تبنت الهيئة أحدث البنى التحتية والتكنولوجيا في مجال إدارة البيانات. طبعا الهيئة، لو بس أعطيكم أرقام معينة مشان تعرفون كم مهم البيج ديتا وشو المعلومات اللي موجودة عندنا. واحد ممكن يقول شو يتكلم، شو المعلومات، شو الأرقام اللي موجودة عندنا. مثلا مركز التحكم الموحد فيه 70 مليون معلومة يوميا، عندنا 70 مليون معلومة للاطلاع على حركة التنقل والاستشراف حركة المرور. مركز دعم اتخاذ القرار يقوم بمعالجة البيانات الضخمة وإنتاج لوحات بيانات ذكية اللي هي على الداشبورد. على سبيل المثال بعطيكم تقريبا 4 أمثلة مشان بس ما عندنا وقت. عندنا حوالي 2.9 مليار من بيانات التنقل، عندنا حوالي 2.5 مليار من بيانات سالك، 400 مليون رحلة تاكسي، 200 مليون معاملة مواقف. أنا أتكلم هذا جزء بسيط من البيانات اللي عندنا. أنتوا تخيلوا كيف، طبعا لازم تحطها في جرافس وتدرسها وتحلل. ففعلا مركز اتخاذ القرار لما يكون عند المعلومات، أي شخص بيتخذ قرار في سياسة معينة أو شيء معين يكون عنده information كافية ليأخذ القرار الصح. القطاع الخاص يلعب دور كبير في عملية التحول. يعني في هيئة الطرق نحن نتعاون مع القطاع الخاص لصناعة المستقبل، ليس في دبي وحدة بس، على مستوى العالم بعد أيضا. في أكتوبر الماضي تم إطلاق منصة دبي المتكاملة للتنقل بمسمى سهيل. وهذا التطبيق يمكن نحن انتظرنا فترة طويلة، يعني حتى موضوع أوبر وكريم نقدر نسيطر عليهم أيضا من خلال المنصة هاي. قبل سنة ما كنا نقدر نسوي شيء مع أوبر وكريم، ولا نعرف شو صاير في دبي، على أساس أن ما عندنا منصة متكاملة توجد فيها نقدر نسيطر نعرف وين كريم. أنتوا تعرفين في دبي اليوم أي حركة لوسائل النقل نعرف وين ساير وين جاي، سواء كان عن طريق سالك أو عن طريق أنظمة إلكترونية موجودة وتفيدنا من الناحية الأمنية. اليوم حركة يعني تطبيق سهيل يعني يعتبر من الأشياء، من البرامج أو المنصة الأولى يمكن على مستوى العالم لتجمع ثلاث جهات، تجمع القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص، لأول مرة يتواجدون على منصة واحدة. ضمن منصة سهيل توصلنا مع شركات أوبر وكريم، ما بقى بالتفصيل، يمكن نحن دائما كانت تكون المظاهرات وإضراب من السائقين في كل الدول الأوروبية، وسمعتوا عنها في فرنسا بريطانيا وغيرها من الدول، إضرابات كثيرة تمت. ولكن نحن في 6 شهور السنة الماضية استطعنا نأتي بنموذج عمل للتعامل مع win-win situation مع أوبر وكريم، ووقعنا وياهم نموذج للتعاون والعمل، وأتينا بنموذج عمل يرضيهم ويرضينا. وأنا عارف في كثير من الدول مانعين أوبر وكريم يشتغلون، ولكن نحن شجعنا هذا. وطبعا هذا أعطانا حافز كبير، إحنا عملنا نوع من التوازن وسوينا شفافية على مستوى العالم، أدخلنا شركات كثيرة وعطيناها فرص من خلال منظومة متكاملة، يعني شجعنا الإبداع والاستعداد للمستقبل، وحققنا نقلة نوعية في نموذج العمل، وخلقنا أسواق جديدة في قطاع النقل، وأحدثنا نوعية أيضا في خدمة العملاء. حقق هذا النموذج شو حقق؟ طيب هذا النموذج اللي سويناه نحن مع أوبر وكريم حقق النموذج الريادي العديد من الإيجابيات لمنظومة النقل. شو سوى؟ طيب واحد ممكن يسأل يقول والله شو سوى هذا النموذج. أولا اليوم في دبي إمكانية الحصول على مركبة أجرة أو لمزين خلال 4 دقائق. خلال 4 دقائق تستطيع أن تحصل على أي مركبة أجرة أو لمزين خلال 4 دقائق. شيء ثاني، توفير أعلى معايير السلامة. أي سيارة اليوم تمر على مناطق معينة في دبي
عندنا من ناحية أمنية نعرف اللي بيطلع من المطار اللي بيطلع من أماكن معينة، نعرف وين ساير وين جاي. موضوع السلامة عالي جدا الحمد لله في دبي بسبب وسائل التقنية اللي موجودة في الإمارة. ثلاثة، المساهمة في توفير رحلات الميل الأول والميل الأخير مستخدمي النقل. يوم أقول الميل الأول والميل الأخير، عندنا اليوم سيارات موجودة حتى عند بعض المحطات، ممكن المحطات ولكن في كثير يمكن 10 أماكن أو أكثر محطات المترو اللي ما عنده سيارة يقدر يستخدم هذه السيارات، الخدمة موجودة يقدر يوقفها في أي مكان والشركة ترجعها لمكانها. فحتى اللي ما عنده سيارات اليوم يقدر يستخدم الميل الأول والميل الأخير. بالإضافة لتشجيع دور تأسيس شركات، اليوم شركة أوبر، شركة كريم مثلا تأسست في دولة الإمارات، اليوم يصل قيمتها إلى أكثر من 2 مليار دولار خلال 4 سنوات لطالب. ممكن سمو الشيخ سيف بن زايد أشاد بالإعطاء الفرصة للشركات القطاع الخاص البارحة في محاضرته، وتكلم أيضا عن شركات كريم، شركة كريم. تعمل الهيئة مع عدة شركات لصناعة المستقبل. نحن عندنا اتفاقيات مع مؤسسة دبي للمستقبل، عندنا شاركنا في 3 دورات لمسرعات دبي للمستقبل، مبادرات أخرى مثل مشروع التنقل الذاتي القيادة وأيضا والطباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing مع الشركات الناشئة. أيضا شاركنا مع شركة فولوكابتر للتاكسي الجوي، بالإضافة إلى أن نحن على اتصال مع 4 جامعات محلية منها جامعة خليفة على سبيل المثال، ونشارك أيضا مع جامعات عالمية في الأبحاث المستقبلية. المشاريع المستقبلية للتنقل التي نعمل عليها حاليا وقعنا مع الهايبر لوب واشتغلنا معهم فترة والله، ولكن نحن المرحلة الأولى انتهينا فيها مع الهايبر لوب، وحين في مرحلة ثانية بننتقل مشان نكمل موضوع الأبحاث لمرحلة أخرى. حافلات حسب الطلب أيضا اللي تكلمت عنها من شوية وقعنا وياهم اتفاقية، وتم وقعنا أيضا مع شركة MV Movement. هذه عبارة عن حافلات صغيرة، ويمكن أطلقنا الخدمة من فترة، هي عبارة عن باصات صغيرة تشل من 8 إلى 10 ركاب، تم إطلاقها مؤخرا وبنشتغل أفتكر إذا ما خانتني الذاكرة في البرشة والطوار أفتكر، وحدات تنقل ذاتي القيادة. مشان ما أطيل عليكم ممكن نشوف فيديو مع بعض، نشوف الفيديو اللي خاص بوحدات تنقل ذاتي القيادة واللي موجود الآن في القمة، يعرض في القمة. هناك تجارب أخرى أيضا، موضوع التاكسي الجوي في سبتمبر 2017 بالتعاون مع شركة فولوكابتر أطلقنا يمكن الخدمة هذه، وطبعا نحن حين نواجه بعض التحديات مشان التشريعات مع الجهات المختصة سواء كان على مستوى محلي أو مستوى اتحادي، ونحاول خلال 5 سنوات الجاية إن شاء الله أن نشغل هذه الخدمة. هناك مبادرات أخرى مثل خدمة المواصلات المشتركة، ونحن هذه يمكن شغالة من أكثر عن سنة. أيضا قمنا حاليا بتوفير عدد 200 مركبة إيجار بالساعات لخدمة الرحلات القصيرة، وأيضا عندنا لوحات خدمة لوحات المركبات الذكية بالتنسيق مع الشرطة، وأيضا استخدام تقنية البلوكتشين. في دبي نهدف دائما إلى تحقيق الريادة في تطوير نظام النقل العام والوصول لتلك الريادة،
قمنا بتحديد مجموعة من الممكنات التي تنفرد بها دبي للشراكة مع القطاع الخاص. طيب نحن يمكن في دبي توجد دبي عدة ممكنات يمكن تتميز عن أي مدينة أخرى في العالم تميزنا. في أربع نقاط ممكن نتكلم فيهم. أولا توفير الدعم الحكومي على كافة المستويات لتطوير وتطبيق التقنيات هذه. اثنين تبني أحدث التوجهات مثل الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي. وثلاثة المرونة في الأداء الحكومي لمواكبة التطورات العالمية في كافة المجالات التقنية وغيرها. وتوفير المرافق. اليوم نحن عندنا بنية تحتية متينة وتقدر تسوي فيها تجارب في أماكن كثيرة في دبي ومتاحة للتجارب. والآن نحن نشتغل على مشروع إن شاء الله بنعلن عنه بالمستقبل، مشروع كبير لهذه الاختبارات والتجارب. سيدات والسادة، أصبحت دبي الوجهة الأمثل لصناعة مستقبل النقل، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم. فكما رأيتم نحن نهدف إلى تحقيق الريادة عالميا في مجال التنقل. ومن هذا المنطلق أدعو جميع الشركات المتخصصة لمشاركتنا في صناعة مستقبل التنقل والاستفادة من الفرص المتاحة للجميع. فكما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلنا من مرحلة استشراف المستقبل إلى صناعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. And Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, for our next session at hand, a question is titling it, and that question is, can we create a pandemic-free world? This session will host Dr. Tedros Adhanom, Director General of the World Health Organization. Please welcome him.